معي مراسلنا من البصرة سعد قصي ومن الموصل قاسم الزيدي، مرحبا بكما. دعني أبدأ معك سعد. سعد، يتحدث الكثير عن وجود خلافات في البصرة يوم، يعني بقي يوم لانعقاد جلسة مجلس المحافظة، كيف يبدو الحال الآن في البصرة سعد؟ يعني علي، ما زال المشهد معقد، وفعلا الخلافات هي التي تطغى على المشهد السياسي. لحد الآن لم يتم حسم المناصب الخمسة المهمة، وهو منصب المحافظ ونائبيه ومنصب رئيس المجلس ونائبه. هناك يعني مفاوضات ما زالت مستمرة بين الإطار التنسيقي، والذي شكل كتلة هنا هي كتلة البصرة التي تنتمي إلى هذا التكتل الإطار التنسيقي، يقابلها أيضا تصميم، كتلة تصميم أيضا هي ضمن الإطار التنسيقي. لكن هنا في البصرة لا يوجد اتفاق بينهما حيال المناصب المهمة. الخلاف الحالي هو على منصب المحافظ تحديدا. الإطار يرفض التجديد للمحافظين السابقين بضمنهم المحافظ الحالي، لكن كتلة التصميم هي تطرح مرشحا وحيدا لهذا المنصب وتريد تجديد الولاية لأسعد العيداني المحافظ الحالي، الذي طبعا يوم أمس قام بأداء اليمين القانونية وأصبح عضوا في مجلس المحافظة الجديد، وأوكل الصلاحيات أو أوكلت الصلاحيات إلى نائبه الأول محمد التميمي، وهو من سيقود المحافظة إلى حين انتخاب محافظا جديدا. علي، أيضا يعني بحسب نواب البصرة كانت لديهم يعني لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي في بغداد، وأيضا هذه اللقاءات هي لرسم خارطة الحكومات المحلية، والإطار على ما يبدو أنها يريدها في سلة واحدة بحسب التسريبات، لا يريد أن يفصل محافظة عن أخرى. وبالتالي ما رشح من هذه اللقاءات أن الإطار ما زال متمسكا حتى الآن بالرفض للتجديد إلى المحافظين السابقين، وهي هذه تمثل العقدة هنا في محافظة البصرة. سعد، إذا تسمح لي، يعني المفاوضات التي ما زالت مستمرة قد تثني الإطار عن هذا القرار، ويعني يوافق على ترشيح العيداني لولاية ثانية. لكن أيضا علي، ما يعني أود التنويه إليه، أن الإطار هو يقول أن حصة المحافظ هي لتصميم، كتلة تصميم، وبالتالي هي عليها من ترشح، وهنا يريد أن تطرح هذه الكتلة مرشحا آخر غير المحافظ حتى يوافق عليه. لكن لحد الآن يعني كلا الطرفين أو كلا الكتلتين يعني متمسكان برأيهما، لا يريد أحد أن يتنازل عن رأيه. أيضا هناك تأكيد أيضا من أطراف كتلة البصرة المنضوية ضمن الإطار وكتلة التصميم أيضا على حضور جلسة يوم غد السبت، وهناك التزام حسب ما يقولون التزام دستوري بالمواعيد، يعني خصوصا وأن مولة 15 يوما ستنتهي يعني اعتبارا من يوم الأحد، وبالتالي يعني ملزم مجلس المحافظة بعقد جلساته الاعتيادية وتنفيذ ما نص عليه القانون بالتصويت لرئيس المجلس ونائبي واختيار المحافظ حتى تبدأ هذه المجالس بالعمل، يعني بعيدا عن الخلافات السياسية. نعم. دعني أعرف الحال في الموصل من قاسم الزيدي. قاسم، ماذا عن نينوى؟ يعني اقتربنا من عقد أولى جلسات مجلس المحافظة، كيف تبدو التحضيرات أو المناخ بشكل عام هناك؟ نعم علي، مساء الخير. يستعد 29 عضوا فائزا في الانتخابات المحلية الماضية لعقد الجلسة الأولى يوم الأحد المقبل الساعة 1 ظهرا. هذه الجلسة ستشهد ترأس الأكبر سنا من الأعضاء لهذه الجلسة، من ثم سيتم من المفترض أن يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه. حتى الآن المفاوضات يعني أعلنت عن انبثاق كتلة نينوى الموحدة ب 13 عضوا، تحتاج إلى عضوين آخرين لإعلانها ككتلة الأكبر في مجلس محافظة نينوى لتشكيل الحكومة المحلية. تحديات كبيرة ينتظرها مجلس المحلي في نينوى خدميا وصحيا وغيرها من الملفات التي لا تزال عالقة
في محافظة نينوى منها ملف التعويضات، نتحدث عن 25 ألف معاملة لا تزال قيد الانتظار. يتطلع الأهالي والشارع إلى مجلس خدمي ينتشل المحافظة من الدمار والخراب، وأيضا هناك يعني ملفات أخرى صحية. نينوى تعاني من الملف الصحي منذ تحريرها وحتى هذه اللحظة. يتطلع الشارع إلى أن يتم إصلاح هذا الواقع الصحي المتردي في المحافظة عموما. نعم. عموما الشارع مترقب لعقد الجلسة الأولى التي سيتبعها جلسات قاسم أخرى دعني لانتخاب. نعم. عذرا قاسم، دعني أعود إلى سعد مرة أخرى. سعد يسمعني؟ سعد نعم اسمعك علي. سعد كنت أود أن أسأل، يعني إذا كان الإطار متمسك بعدم تجديد الولاية لأي محافظ جديد، يعني تصميم لم تطرح مرشح ثاني غير العيداني، كيف ستعقد جلسة غد؟ هو هنا علي نقطة الخلاف، يعني كما ذكرنا أن تصميم ترفض أن تطرح مرشح غير العيداني، وتعتقد أن هي صاحبة الحق باعتبار هذه الكتلة حصلت على 12 مقعدا، وبالتالي هي تحتاج إلى مقعد واحد يعني يؤهلها حتى تملك الأغلبية على الأقل لتصوت للعيداني. لكن على ما يبدو أن تصميم لا تريد أن تخطو هذه الخطوة، ويعني تأتي بعضو آخر أو تقنع عضو آخر ينضم إليها من دون موافقة الإطار. هي لا تريد أن تخرج عن يعني رأي الإطار، على اعتبار أن رئيس الكتلة عامر الفائز وهو نائب في البرلمان العراقي دائما ما يؤكد أن هذه الكتلة هي جزء من الإطار التنسيقي، وبالتالي هي تريد أن يعني تسير على ما يقرره الإطار التنسيقي. لكن فيما يتعلق بالبصرة، هذه الكتلة تريد هي من تقرر يعني لنفسها، دعني أقول، وتنتخب من تراه مناسبا للمرحلة، ويتطرح العيداني. أيضا هي الكتلة تعتقد أنها الأولى على اعتبار العيداني حصل على النسبة الأعلى من الأصوات، وهذه الكتلة أيضا هي حصلت على العدد الأكبر من الأصوات، وبالتالي هذه كلها هي يعني تمثل رغبة الناس ورغبة البصريين، دعني أقول، لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة. الغريب علي يعني هناك أطراف خاسرة في الإطار التنسيقي من أعضاء أو من المرشحين في السباق الانتخابي، هم حاليا من يتحدثون عن رفضهم للتجديد مثلا، وهم من يريدون أن يشكلوا أو يضعوا خارطة الحكومة المحلية. هذا ما يراه الناس ويراه المراقبون أيضا، وبالتالي هناك نقد لهذه الحالة. الناس تريد أن يكون هناك احترام لإرادة الناخبين في عملية التصويت والذهاب إلى يعني صندوق الاقتراع في مجلس المحافظة، وهو من يقرر من سيكون محافظا ورئيسا للمجلس وتوزيع المناصب الحكومية الأخرى. لكن على ما يبدو أن قادة الإطار التنسيقي حتى الآن هم يعني يريدون أن تتشكل الحكومات المحلية وفقا لسياق السلة الواحدة كما يعرف سياسيا، يعني يتم توزيع المناصب وفق هذا السياق، وبعدها يأتون إلى البصرة وأيضا يعني يجري تمثيلها وفق هذا التمثيل السلة الواحدة، لكن بشرط أن لا يتم التجديد للمحافظين. على ما يبدو أيضا علي هناك مواقف لبعض قادة الإطار من السيد العيداني، وبالتالي هم يرفضون التجديد له. تصميم حتى الآن تؤكد أنها ستذهب إلى يعني جلسة الغد. نعم. وسترى ما سيحدث. بالمقابل أيضا كتلة البصرة المنضوية ضمن الإطار أيضا تؤكد أنها ملتزمة بالمدد الدستورية، لكنها على الأقل حتى الآن علي لم تعلن رسميا إذا ما كانت ستذهب إلى جلسة يوم السبت التي حددت في الساعة 6 مساء لانعقاد هذه الجلسة، ويعني ماذا ستصوت لمن. نعم. هل المحافظ الحالي يطرح محافظ جديد؟ علي بانتظار الساعات المقبلة قد يرشح شيء في ظل مفاوضات، وأعتقد أنها مفاوضات عسيرة حتى الآن في ظل تمسك كل طرف برأيه، يعني قطبي المجلس الإطار وتصميم كل كتلة تتمسك برأيها حيال الآخر، وبالتالي نحن ذاهبون إلى يعني جلسة حتى الآن علي هي غير واضحة المعالم من سيكون محافظا ورئيسا للمجلس. ننتظر ما ستؤول إليه يعني مصير المفاوضات، وقد يعلن
يعني نهار الغد أو حتى الظهر وربما المساء عن شكل الحكومة الجديدة في محافظة البصرة. نعم، أعود مرة أخرى إلى قاسم. قاسم، إذن يومان تفصلنا عن انعقاد أولى جلسات، هل بدت واضحة ملامح الخارطة السياسية هناك في الموصل؟ نعم علي، مفاوضات تجري منذ 13 يوما بين الكتل السياسية لحسم أمر محافظ نينوى ورئيس مجلس محافظ نينوى. نتحدث عن 90% من الأعضاء هم وجوه جديدة من كتل وأحزاب جديدة على نينوى، لهم رؤية سياسية تختلف عن الأحزاب التقليدية التي كانت تحكم مجلس محافظ نينوى لسنوات طويلة. الحسم لا يزال قيد المفاوضات. الحديث الآن يجري عن التجديد لعبد القادر دخيل المحافظ الحالي من قبل كتلة نينوى الموحدة، لكن هناك كتل منضوية تحت الإطار التنسيقي وهي تشكل 12 عضوا من أعضاء مجلس المحافظة ترفض التجديد لعبد القادر الدخيل. أيضا هناك حديث عن انتخاب رئيس مجلس المحافظة. الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لنيل رئاسة مجلس محافظة نينوى كما فعلها في الدورات السابقة، لكن هناك اعتراض من الإطار التنسيقي على إعطاء هذا المنصب للحزب الديمقراطي. عموما يا علي، يعني الجلسة الأولى ستحدد وجهة الخارطة السياسية لمحافظة نينوى في الأيام المقبلة. على ما يبدو أن المحافظ الحالي له حظوظ كبيرة في هذه لك الدورة. قاسم، عذرا، هذا ما يسمح به وقتي. قاسم الزيدي مراسلنا في الموصل، شكر موصول لسعد قصي من البصرة.